السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاقينكم كلش هواي. طبعا اعذرونا عن فتره الانقطاع مالتنا، كنا بالمظاهرات وحايرين بالمظاهرات احنا، والنت شويه كان تعبان، الاوضاع شويه تعبانه، تعرفون انتم المظاهرات، انترنت يوم اكو يوم ماكو، والاوضاع بصوره عامه هي كلش تعبانه، فاسفين وجدا نعتذر من عندكم لان انقطعنا، وان شاء الله بعد ماكو انقطاع وجيناكم اليوم الفيديو غير شكل. شنو هو؟ خباته ومقالب، احنا نحب هاي السوالف. خباته جزء رابع ابويا، خباته. هذا الفيديو اليوم نريدكم تطققوه، يعني هو انتم تحبون الخباثه، خبصنا نريد خباثه بعد، نريد خباثه. اي والله جبنا لكم الجزء الرابع، نريدكم توصلون ايش قد؟ 100,000 لايك. 100,000 لايك ترى مو هواي، والله مو هواي. واللي ما مشترك خليه يشترك بويا، خاطر هذا الوجه الحلو. اشتركوا اشتركوا وفعل الجرس، نحبكم كل شوي، ما نريد نطول عليكم. يلا خلينا نروح نسحوا لك. تعال نبلش. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبي؟ الحمد لله. اليوم عندنا سؤال، اذا جاوبت عليه راح تربح ويانا جائزه كلش ثمينه. تفضل. ما هو اسم والد الامام علي؟ عبد المطلب. ومبروك ربحت ويانا جائزه كلش ثمينه. اشكرك يا حبيبي. هات هاي الباذنجانه. فشت عليك. شنو فشت عليك؟ حبيبي عندنا برنامج سؤال وجواب، واذا سالناك سؤال جاوب تحصل جائزه ثمينه. ما هو الحيوان الذي ياكل هواي؟ هذا حيوان ما يشبع 24 ساعه ياكل. ها ما تعرفه؟ شغال انت يا حيوان؟ هو انت مكرش، هذا كرشك تاكل الصبح ما اسبح. ولك انت مثل المطر. وقف وقف وقف. اشقاك برنامج كوميدي والله. وقف هاي الكاميرا. السلام عليكم. شلون اخويا؟ سريع سريع. اليوم عندنا فقرة سؤالات كلش حلوة. وبيها جائزة. بما ان انت تبيع رمان وبسطية وهاي. راح نسألك سؤال، إذا جاوبت عليه راح تربح ويانا ورقة. والسؤال كله سهل. ما هو الشيء الذي يوقع بالقاع ما عليه شيء، يوقع بالماء يتكسر؟ الورقة. الورقة، مبروك عليك ربحت ويانا ورقة. يا تريدها الحمراء ولا البيضة؟ شنو هاي الحمراء؟ هنا هاي ورقة عشان. حتى لعبانا نصب على السما ضايع كيلوني. وإذا ما ضايعت لا ترفع لا ترفع هاي. على قطعة ترى خاف لك. هاي شلونك حبيبي؟ والله دق شلون صحتك؟ قلبي عندنا برنامج سؤال وجواب، وخر عن الشارع، سؤال وجواب، راح اسالك سؤال اذا جاوبت راح تحصل جائزه، وجائزه كل ثمينه. سؤال، ما هو الحيوان الذي لا يرى؟ اول ما يشوف. حيوان ما يشوف بس يتلمس. ها العقرب. العقرب؟ جواب نهائي؟ نعم. الف مبروك، جوابك صحيح، حصلت انا جائزه كلش ثمينه. جائزة برتقالة خايسة مثلك يا خايس. شنو خايس عمي؟ شنو خايس؟ شنو خايس؟ شنو هاك؟ شنو خايس؟ شنو شنو؟ تجيب لك عسل؟ هو أنت خايس. لا شنو خايس؟ ها؟ امشي خذها خذها وروح يلا خذها وروح. شنو روح؟ خذها وروح يلا. شنو روح؟ أوقف الشاقياك الشاقياك الشاقياك. السلام عليكم. قلبي حبيبي غالي. بعد عمر حي. شنو رأيك بالحكومة بالمظاهرات؟ يا حكومة يا مظاهرات، هاي المظاهرات راح نضل بيها منا لما نشوف لنا حل. يا حكومة يا رئيس وزراء يا دولة يا قانون، اكو قانون هيك بالعالم؟ احنا حبانا نصير، احنا 16 سنة صار لنا بروح ابوك، صار لنا 16 سنة يعني يصير هيك بينا؟ احنا العراق بلد الخير، بلد بلد الخير احنا، وبلد ما تنجب وتسكت. بس لان انت فاشل، يعني هسه اذا صرت رئيس وزراء انت شنو يعني مثلا؟ شنو هسه مثلا؟ شنو احترم نفسي؟ يلا وقف 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 وقف. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ الاسم بالخير. منتظر. اليوم عندنا برنامج راح نسألك سؤال، إذا جاوبت راح تحصل جائزة. تفضل. السؤال يقول، ما هو الشيء إذا وقع بالماء يتكسر، وإذا وقع بالقاح كل شيء ما عليه؟ شلون؟ شيء إذا وقع بالماء راح يتكسر، وإذا وقع على القاح كل شيء ما عليه. الورقة. الورقة؟ ايه. متأكد؟ هي الورقة عشان ما يتكسر. مبروك ويانا، وجوابك صحيح، وربحت يانا جائزة، حصلت يانا ورقة. هاي عد ورقتي، انت تيدي البيضة ولا الصفرة؟ شنو صغيرون قدامي؟ ضحك علي؟ لا ضحك عليك ولا هاي؟ خذ لك ورقة من عدن ومشي. والله عيب عليك، وخر وخر. خذ لك ورقة من عدن ومشي. طفل قدامك هاني؟ لا طفل ولا ضحك علي؟ تشيلها محاسب العكس لنا؟ غير. يلا يلا روح. لا خرب وجهك. روح عمي روح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ قلبي. حبيبي اليوم احنا عندنا لقاء. ايه. نسألك وتجاوبنا. ان شاء الله. شنو منيتك تصير بالحياة؟ أني؟ ايه. ضابط طيار. شنو؟ ضابط طيار. انت بالوصف حصير ضابط طيار؟ ها؟ بس انت.
ان شاء الله عجبتكم الحلقه واستمتعتوا فيها وضحكتوا على حسوني. لا 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 ما قتلت ثاني. لا قتلت انا متخيل قتلتكم من زارك قتلتكم طحن بكروري. تمام. طبعا الحلقه سويناها لكم على السريع وعذرونا لان كنا مشتاقين لكم كلش وجيناكم هاي الحلقه حتى نريد نشوفكم ونبينكم ان كنا احنا بالمظاهرات ورا هاي الحلقه ان شاء الله يا ربي نجيكم حلقات موت قتال. يحن الدور بعد دورنا الكتل. ارجع لك للموت الكتل ما راح يعوفنا لكم. لا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك حتى ننزلكم اي شيء تحبونه انتم. مع السلامة.